تقدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي واجب العزاء في وفاة المرحومة والدة السيد أحمد حارب، فقد قام سموها اليوم بزيارة مجلس العزاء في منزل نجلها في منطقة ند الشبا في دبي، حيث قدم صادق عزائه ومواساته إلى أنجال الفقيدة وذويها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهلها وأسرتها جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.